ونبقى في حلب، حيث أعلن الثوار اليوم تفجير مبنى تتمركز فيه قوات النظام في منطقة السويقة في حلب القديمة، بالإضافة إلى قنص ضابط لقوات النظام داخل كلية المدفعية جنوبي حلب. وللمزيد ينضم إلينا من مدينة حلب مراسلنا باسل أبو حمزة. مرحبا بك باسل، لو تحدثنا بداية عن واقعة استهداف المستشفى والفرن في حي المعادي والحصيلة النهائية لضحايا المجزرة هناك. نعم، لا جديد على النظام وروسيا أصلا استهداف الأماكن الحيوية والمنشآت العامة هنا في مدينة حلب أو في سوريا بشكل عام. طبعا منذ الصباح استهدف الطيران بغارة جوية فرنا، كان هناك ازدحام على هذا الفرن من قبل المدنيين، طبعا أدى لاستشهاد أكثر من 15 شهيدا مدنيا وهناك جرحى في حالة خطيرة، طبعا بينهم أطفال. طبعا تابع الطيران الروسي وأيضا طيران النظام تحليقه وقصفه للمناطق المحاصرة هنا في مدينة حلب ليستهدف بعدها حي الصالحين وأيضا حي الفردوس صباح هذا اليوم بغارتين بالقنابل المحملة بالمواد الفوسفورية المحرمة دوليا. طبعا حي الإنصاري والسكري والمشهد كعادتهم يوميا أكثر من 10 غارات على هؤلاء الأحياء الغربية القريبة من منطقة الراموسة. طبعا هناك جرحى وشهداء أيضا وعالقون تحت الأنقاض في حلب القديمة الذي استهدف الطيران المروحي ببرميلين متفجرين وأيضا صاروخ ارتجاجي الذي يستخدمه الطيران الروسي حديثا هو ذات فعالية تدميرية كبيرة كما رأينا في الصور التي خرجت من مدينة حلب. طبعا هذه الغارات معظمها تركزت على المناطق المكتظة بالسكان أصلا. في المناطق الشمالية الشرقية هناك قصف عنيف بالطائرات أيضا أحياء الشيخ فارس والحيدرية وأيضا حي الصافور وقاضي عسكر وطبعا حي الهلك الذي كذلك الأمر استهدفهم الطيران المروحي بالبراميل وأيضا عوض الطيران الروسي ليستهدفهم بالصواريخ الارتجاجية بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تدور في مخيم حندرات بين الثوار وقوات النظام، حيث سيطرت قوات النظام على عدة نقاط لكن استطاع الثوار أن يستعيدوا تلك النقاط من خلال المعارك التي دارت بينهما وأن استطاعوا أيضا أسر عنصر من لواء القدس. طيب باسل، بالنسبة للأوضاع الصحية والإنسانية في حلب المحاصرة، هل من ملاذ للمدنيين الجرحى في ظل استهداف المستشفيات؟ نعم أصلا تحدثنا كثيرا عن الجرحى وكيفية إخراجهم من مدينة حلب ليتلقوا العلاج في المشافي التركية أو في مشافي الريف. طبعا لا مجيب لهذا النداء الاستغاثة الذي يوجهه يوميا الأطباء وأيضا المدنيين الذين هم بحالة خطيرة. معظم هذه الحالات طبعا أصلا يوجد رجال ويوجد أكثرهم أطفال وأيضا يوجد نساء هم بحاجة للخروج من هذه المدينة المحاصرة للمشافي التي تتواجد بها معدات متطورة ليتلقوا العلاج. البارحة التقينا بطفل عمره 7 سنوات طبعا أصيب بالقصف على حي الصالحين بالقنابل العنقودية، استقرت شظية بالعمود الفقري وحسب ما أفاد لنا الأطباء بأنه إذا لم يتم علاجه بشكل سريع فإنه سيصاب بالشلل الكلي. طبعا هذه الشظية ممكن أن تؤثر على النخاع الشوكي وبالتالي كارثة إنسانية ممكن أن تحصل هنا في مدينة حلب جراء تدهور الوضع الصحي والطبي والإنساني هنا بالنسبة للمدنيين. نعم، من مدينة حلب المحاصرة مراسلنا باسل أبو حمزة، شكرا جزيلا لك.